أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها Oh, wow. Wow. Wow.